رمضان كريم، كل عام وانتم بألف خير، وبنعاد عليكم وعلينا بالصحة والعافية يا رب. كيفكم؟ شو أخباركم؟ الحمد لله اليوم هو أول يوم رمضان، والساعة تقريبا 4، وبقينا الإفطار شي كم ساعة؟ شي 6 ساعات هيك شي، لأنه هون بالسويد بيقدم الساعة 11 إلا ربع هيك شي بالليل. اليوم أنا صايمة الحمد لله، وقاعدة هون عم أتفرج على المسلسل واللي هو اسمه مسلسل الندم، بصراحة كتير حلو. ولحتى هلا تفرجت على مسلسل اسمه نص يوم، واللي هو بطولة تيم حسن نادين نسيب جيم، بعشقهم اثنيناتهم، وكانت حلوة يعني بالنسبة لأول حلقة. وبصراحة ما بعرف إذا اليوم رح أفطر هون بالبيت ولا رح أفطر عند جماعة، لأنه في رفقات ماما ورفقات خالة عزموني إلي وخالتي بما إنه منصوم، قالوا لنا نروح نفطر عندهم. عندك تعطيني ولا ما بدك تعطيني؟ بدك تعطيني ولا بدك تعطيني؟ بس أنا إذا أعطيتك 200 ليرة اللي معي، ما بيسوى معي حق السدوش اللي بيروح يتسممها. طيب خليني أسمع لك، هلا رايحين انا ماما على السوبر ماركت، جعبالي اكل الدراع على الافطار، فراح نجيب دراع، ولابسه هالافرول هيك وهالببيه، والسوبر ماركت قريب عنا يعني هيك تقريبا رح نمشي شي 5 دقايق هيك شي، ويا مشوا معي. ان شاء الله رح احاول كل يوم رمضان نزل فلوج، يعني رح يكون تقريبا 30 فلوج كل يوم، يمكن يعني مو كل يوم، انه 30 فلوج لمدة 30 يوم اللي هو طول مدة شهر رمضان الفضيل. بصراحة رح يكون هالشي صعب شوي، بس انه معلش رح احاول قدر المستطاع نزل فيديوهات كل يوم، لانه مثل ما بتعرفوا صعب رح يكون، لانه نحن البنات بنستخدم نفس الكاميرا، وبتعرفوا كل وحدة رح تنزل فيديوهات وكل وحدة بتستخدم فيديوهات، فرح يكون كتير صعب هالشي. المشكلة بدي اخذ اكلات، بس ما بقدر اخذ اي شيء، لانه ما بدي اخذ شيء بيعطش، لانه يعني هو رح اكله بعد الافطار، والتوقيت بين الافطار والسحور شيء 4 ساعات، فيعني لازم اعرف شو رح اكل. قد ايه بكره هالشخصية. ايوه رح ناخذ التمر، هو كتير طيب لانه هو رطب، يعني ما بيكون ملزق ببعضه. اخذنا هالغراض، اوف امي ما بقدر احملها. طبعا انا هلا عم جهز لفيديو اللي هو طريقة الشراء من الانترنت. في كتير منكم عم بيطلبوا مني اعلمكم طريقة الشراء من الانترنت، فرح اعلمكم الطريقة ورح اعمل فيديو خاص عن هالشي، ورح نزل يمكن ثالث يوم او رابع يوم رمضان. اعطي نفسي كتير تابع. اتفرج على رامز، رامز شو رامز بيلعب بالنار، بعدين رح اقرا شوي قرآن، بعدين يمكن نروح عند جماعة، يمكن ما قررت. رح افرط الاغراض، بعدين بدنا نرتبهم. جبنا هاي اللي هي مثل الدراع، وجبنا شو جبنا؟ جبنا زيتون، وجبنا زبدة مشان سدى تعملنا كيك وهيك شغلات، ولبن، جبنا حليب، جبنا خيار، ليكي شو كبيرة، وجبنا موبايل، وجبنا موبايل، ببيعوا عنا موبايلات بالسوبر ماركت. عم امزح، هاد موبايلي مش نروح ادخل هون، ليكو هون كادو هون المسلسلات اللي رح تابعهم، ليكو المواعيد هاللون هنن، فكل شوي بيرن المنبه واهلي بيقولوا انه شو عم بيرن. واخيرا قررت انه اروح افطر عند الجماعة مع خالتي، وهلا نحن على الطريق، وهن عايشين بالبيت اللي نحن كنا عايشين فيه من قبل، يعني نحن انتقلنا وهن اخذوا البيت نفسه، فكأنه رايحة على بيتي القديم، ورح نفطر عندهم، وانا كتير جوعانه وتعبانه بنفس الوقت، فاني رح اعتبر حالي كانه من البيت، لانه كان بيتي ورح اعتبره هن الضيوف، يعني هن ضيوف بيتي، ماشي هيك؟ ومثل ما شايفين منكوشين، ويا الحمد لله، الحمد لله على كل شيء، وهذا هو البيت. انا كنت عايشه هون، ما بعرف اذا بتعرفوا من قبل او شايفين بشي فيديو لمحه او شيء. بابا وصلنا، شكرا بابا. في هيك بيشهوا سمكتير. خلصنا السهرة وكنا عندهم، فطرنا، وهذا هو الأكل اللي شفتوه. بصراحة ما قدرت أصور كتير بالبيت عندهم لأنه خجلت، يعني ما بحب أصور ببيت حدا. وشو كمان؟ أكلنا شعيبيات كمان، يعني تحلينا، وهلا رايحين على البيت. بصراحة الجو كتير بارد، ومثل ما شايفين ما في حدا أبدا أبدا، الشوارع كلها فاضية، وبرد عن جد برد، انا عم ارجف
شو كان الافطار اللي فطرتوه؟ بليز قولوا لي، كتبوا لي تحت بالكومنتات شو فطرتوا وكيف كان اول يوم رمضان لكم. ان شاء الله كان منيح وما له متعب. وبدي انهي الفلوج هون لانه خلاص هلا رح اروح على البيت واتسحر، وبعدها رح يكتبوا كمان فلوج ثاني وثالث ورابع وخامس وعشرة وعشرين وثلاثين. وبدي اقول لكم انه انا بحبكم كثير، وتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي وبحبكم كثير. باي باي.